كشفت شركة بلاك بيري عن هاتفها الجديد بلاك بيري كيو 5، وهو مشتق عن هاتف كيو 10، ومتوقع أن يلقى رواجاً كبيراً بسبب سعره المنخفض جداً، ويعمل بنظام تشغيل بلاك بيري 10، ويستهدف أسواق الدول النامية، وسيتم إطلاقه في أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن يكون أرخص ثمناً من هاتفي كيو 10 وزد 10 اللذان تم الإعلان عنهما في يناير الماضي، وهما أيضاً متوفران في الأسواق. ولم تعلن الشركة عن سعر الهاتف الجديد أو مواصفاته خلال مؤتمرها الشركة طبعاً الذي أقيم في مدينة أورلاندو الأمريكية، لكنها أشارت إلى أن الهاتف سيصدر باللون الأسود والأبيض والأحمر والوردي. وأشار نورستون هاينز الرئيس والمدير التنفيذي لبلاك بيري أن الهاتف الجديد يمنح مستخدمه أفضل ما يوجد في الهواتف الذكية من امتلاكه لوحة المفاتيح المادية والعملية التي يتميز بها نظام التشغيل بلاك بيري 10.